شوي خطوة لورا من عند الكونتراست ايجنت حتى نعرف انه نتفاهم مع اللي رح يجي هسا. عبود الشنتير ايش هي زائد 2؟ طبعا زوم ما تنسوا يعني بناء على طلبكم حطينا زوم وما دخلنا على الجوجل كلاس، حكيته اسرع واحسن واخف، عملنا تيست عليه مع شخص واحد وما بعرف ترك اليوم المحاضرة هاي لإلكم. طيب رح نحكي عن الكونتراست ايجنت. الكونتراست ايجنت هي عبارة عن مادة بتكون الدنس تبعها عالي، الزد نمبر لإلها عالي، وبحيث انه تعطي للأورغانز اللي احنا بنصورها او وات ايفر اللي هي بنصورها، يعني كان أورغانز او شرايين او انتنسيف يعني اللي بدنا اياها، تطلع اوضح من غيرها بالصورة. ليش؟ لأنه بالطبيعة nature has provided limited contrast in body. رجاء شباب إذا عندكم مايكات تطفوها، ما تخلوني أني أطفي المايك عند الكل. يعني nature has provided unlimited contrast in the body. Man made contrast agent have frequently been employed to achieve contrast when natural contrast is lacking. أيضا ايدين مستخدم او باريوم. سنتوا طبعا الكلمات المستخدمه في العاميه اللي هي الباريوم انيما والايدين. The purpose is to get signal difference from the surrounding tissue and make visible organs that are transparent to x-ray. طبعا فكره transparent to x-ray مش معناته انه هاي الاورجان شفافه بما معناه انه ما بتبين هي، بس اللي صاير بتكون اما واحد من اثنين، يا اما انه هاي الاورجان سماكتها كثير رقيقه قدام الأورغانز اللي حواليها بتكون الدنس تبعتها عالية فما راح تبين بطبيعة الحال، أو إنه هاي الأورغان أصلاً الدنس تبعتها بتشابه دنس اللي حواليها فمش قادرين نميزها بالصورة، يعني بغض النظر هم الدنس تبعها أعلى أو الدنس تبعها رقيق بس إنه بشابه اللي حواليها. يعني إذا بتطلع على تصوير الأمعاء هتلاحظ إنه الأمعاء كلها تقريباً حوالين بعض وكلها نفس الدنس، بس مشان أميز إنه أنو الخط الماشي من وين رايح من وين جاي أحط في المادة الملونة اللي حنستخدمها فيها اللي هي الكونتراست ايجنت اللي معنا. نفس النظام لما نيجي احنا نعطي للشرايين نصور شرايين، الشرايين رقيقة قدام انه الأورغانز اللي حواليها الدنس تبعها كثير عالي، فاحنا هاي الاستخدامات لها. طيب في الكواليتي تبعتنا اللي موجودة عندنا، خلونا نفوت على واحدة من الأنظمة أو الشغلات اللي موجودة بس اسمها player or lack of sharpness. ممكن نشوفها بمنظور إنه هي سيئة، لكن إذا بتيجي بتطلع أنت على نظام السي تي أو التصوير السي تي اللي عندنا راح تلاحظ إنها هي ميزة أصلاً advantage، لأنه أصلاً في السي تي إحنا نعتمد على البلير إنه الأورغان اللي بدنا إياها interest بأخذها الكمبيوتر، والأورغانز not interest بأخذها بلير. فإحنا عملية البلير مش شرط إنها تكون بالصورة السيئة عنا، لكن بلير اللي هي الضبابية تنحكي إنه تعرفناها بالضبابية أو سميناها اللي هي فزنس. رح نشوف اللي هي the boundary of an organ or lesion may be very sharp but the image shows a lack of sharpness. يعني إنه حدود اللي موجودة عنا في حدا حاب يحكي بده يكبس على المايك من عنده، لاني انا موقف المايكات كلها هسه. هاي الكبسه اذا انت بدك تحكي مشان يوصلك الصوت لعندي يعني، تمام، او للكل بوصل الصوت فما في داعي هسه مشان يوصل الصوت من عندي لعندك انا فاتحه خلص اوريدي الكل حيسمع. طيب خلينا نكمل هسه. فهاي الحدود أصلاً شارب، لكن لما هاي الحدود تصير واسعة يعني الشارب إيمج تصير حجمها كبير، يعني الباوندرز أو الحدود الطرفية يصير تبين معنى كثير كبيرة، هاي الحالة إحنا بنسميها اللي هي البلير. وطبعاً من أشهرها دائماً في عالم التصوير بالكاميرات، تمام، وتيجي بتطلعوا عليها بتلاحظوا إنه في صور من المحترفين اللي بيحاولوا يستخدموها إنه بيخلي صورتك أنت الواضحة
وكل ما حواليك حيكون ضبابي. هاي هي اللي بنسميها احنا بلير. هسا نحكي في يعني different factors may be responsible for such as degree of fuzziness. طلعوا هذا التعريف fuzziness. fuzziness بما معناه انه كيف لما تفتح انت علبة بيبسي او قزازة بيبسي او تدير بيبسي مثلا في كاسة حتشوف البابلز الصغيرة عمالها بتتحرك. هاي نسميها احنا اللي هي fuzziness. تمام؟ او مرات لما تطلع تلاقي على قزاز شباك تكون جهة فيه باردة وجهة ساخنة دافية وتيجي مثلا يجي ضباب عليها أو بخار مي عليها وتضبب. هاي العملية هي اسمها البلير. هاي الصورة لها. As the radiologist viewing the image without expressing an opinion that the image lacks of details. الطبيب الأخصائي الأشعة ممكن أنه يفسر لك هاي الصورة لما يشوف الضبابية عنده أنه في عنده نقص في المعلومات lacks of details. تمام؟ أو بحكي لك أنه resolution the subjective reaction of the viewer to a degree of sharpness present in the image. ممكن انه يعبر لك انه resolution للصورة ضعيف. هذا احنا بالنسبة لنا احنا نسميه blur. نكون واضحين فيه حتى نميز بعد شوي عن resolution تبعنا. الحدود المختفية blur. لانه resolution عنا ايش هو؟ اول شيء resolution اللي هو smallest distance that two objects can be separated and still appear distinct. يعني بيكون في عنا اثنين objects قلمين رصاص مربعين مكعبين اي اثنين اوبجكت عندنا موجودات بامكاني اني اقدر اميز هدول الاثنين انهم بعاد عن بعض مش اورجان واحده. يعني اللي احنا بنسميها دم بالصوره البكسله. بتلاحظ انه بالبكسله او لما تيجي تاخذ صوره مثلا يحكي لك هاي الصوره مبكسله. ايش معناته الصوره مبكسله؟ معناته انه كل الشغلات المفروض انها تميزها لحالها المربع الدائرة المكعب الهاي المثلث حدوده داخلين في بعض فما بتميز معك خط الحدود عن الثاني. يعني ما في عندنا قدرة. طبعا كل ما بنزيد الدوتس اللي بترسم هاي الصورة بتقل عندنا البكسلة وبصير سهل ان نميز الحدود تبعتنا. طبعا هذا بفرق عن البلير. هاي الريزوليوشن بتعبر عن تو اوبجكتس. البلير تبعتنا بتعبر عن وان اوبجكتس اوف وان باوندرز. ما موجودة عندنا. طيب خلينا نطلع على الفاكتور إيمج شاربنس. هسه راح نلاقي انه في عنا اربع فاكتورز. اذا بتنتبهوا على الثنتين اللي على اليمين راح نلاحظ عنا كالتالي موجود. راح تلاقوا انه في عنا اثنين جيومتريك ان شاربنس، واحدة جيومتريك ان شاربنس، موشن ان شاربنس، وراح يكون في عنا تنتين سبجكت ان شاربنس. طبعا بالتعريف الأصلي موجود واحدة عندنا subject and sharpness. تمام؟ وليش إحنا هون اعتمدناها ثنتين؟ لأنه subject and sharpness هي أصلاً مقسومة لثنتين. واحدة subject and sharpness due to subject نفسه وهس راح نحكيهم من الثنتين. واحدة subject and sharpness due to في عندي أكثر من subject ركبات فوق بعض. فمشان هيك أنا مش قادر أني أميز حد مين عن مين. طب ايش علاقتها بالكونتراست ايجنت هنا؟ بدنا نحاول نكمل هسه مشكله الصوت. يا ريت تحلوا لنا اياها على السريع عند فرح لانه المفروض انك فرح يعني المره الماضيه اشتغلت انا وياك وكان الصوت عندك ممتاز. التست كان معاكي اذا انا مش غلطان. خلص هيك ممتاز. طيب ايش العلاقه؟ طب لما حكينا احنا الكونتراست ايجنت الزن مش مشكله حنخفف منها شويه هسه بس خلونا نكمل. لا واضح الصوت واضح كثير. عملت عليه تيست قبل ما ابلش بس حكيت لكم يمكن الانترنت اليوم ضعيف. على كل حال هو في هاي البرنامج عماله بيسجل. بتقدر ترجع انت هسه للتسجيل احسن من اول لانه هاي البرنامج اوتوماتيك الزوم بيسجل يعني المحاضره فحترجعوا للتسجيل وتسمعوا التسجيل مرة ثانية. أسحب الشاشة للشمال. هيك أحسن؟
طيب خلنا نكمل أنا. هسا في عنا اللي هو جيومتريك بلور، خلنا نحكي عن الشغلات الأربعة اللي حكيناها. If the focal spot is infinitesimally small, the blur is minimized because the minimum geometric blurness as a focal spot increased, a blur of the image increased. طلعونا في عنا صورة، هسا الحكي هذا اللي حكيناه يعني ما حنوضحه كثير إلا منطلع على الصورتين. هسا في عنا إحنا small focal spot وفي عنا large focal spot. وطبعا كان سؤالنا في المحاضرة الماضية كالتالي، ايش هي الفوكال سبوت سايز؟ رجاء على التعليقات اذا بتقدروا تكتبوا لنا اياها نشوفها عندكم. الفوكال سبوت ايش هي عشان نقدر نحكي عن الفوكال سبوت سايز. الفوكال سبوت اللي هي النقطه اللي بيصطدم فيها الالكترونات منشان تعطي عنا اكس راي. طبعا في عنا الانود والكاثود وفي عنا يطلع هسه عنا حزمه الالكترونات تصطدم بالتارجت تبعنا، راح تصطدم في نقطه واحده، هاي النقطه راح تكون عنا اللي هي الفوكال سبوت. حكينا انه هاي الفوكال سبوت مع المده كل ما عمالها بتزيد الاستخدام للجهاز كل ما هاي النقطه عمالها بتكبر. طبعا حكينا في شويه للي اخذ برينسيبل اوف اكسبوجر عمالنا بنتعامل مع شويه شغلات مثلا بتحاول تحافظ عليها من التبريد او الريتويتنج انود اللي موجود عندنا ومثيلاته بحيث انه نقدر او الخلطات السبائك المعدنيه منشان نتعامل معاها بحيث انه نوصل لشيء ستيبل اكثر ويتحمل لمده اطول. هسا إذا بتلاحظوا في عنا صورتين، واحدة على الشمال وواحدة على اليمين. لاحظوا إنه الفوكال سبوت سايز لما كان عنا سمول الصورة مور شارب لللارج فوكال سبوت سايز اللي موجود على اليمين. الدليل إنه إذا بتنتبهوا على الصفوف اللي على الصورة اللي على الشمال، طلعونا على الصورة اللي على الشمال راح تلاحظوا إنه في عنا ثلاث خطوط طولي وعرضي. بإمكانك تعد الخطوط بالصف من فوق لتحت اللي هم ثلاثة بالطول ثلاثة بالعرض وانزل انزول، ثلاثة طول ثلاثة عرض. لما تخلص الصف الرابع كامل شايفينه منزل على الصف اللي تحتيه راح نلاقي انه الصف الخامس هسا مبين معانا، السادس مبين معانا، السابع صعب انه يبين معانا، مبين كأنهم الخطوط داخلات على بعض. تمام؟ لما تعال على الصورة الثانية اللي على اليمين اللي فيها large focal size large focal spot size راح نلاقي انه الصف من فوق لتحت تطلعوا وامشوا معانا خطوة بخطوة راح تلاقوا انه الاول الثاني الثالث اموره تقريبا الثالث بلشت اموره شوي انه في خيالات نسميها ghosting بلش يفوت ما بين الصفوف الثلاثة اللي بالطول واللي بالعرض. لكن اذا بتنزل على الصف الرابع راح تلاحظ انه اللي على اليمين او الثلاثة اللي بالطول تقريبا صفه كأنه مربع رمادي ما عدنا نميزه، الثلاثة اللي على الشمال يعني بدك نوعا ما تدقق بالصورة لما يبين. هسا انتبه على بقية الصفوف لما تنزل لتحت صعب صعب انك تعرف انه هاي الخطوط طول او عرض، هاي نتيجة اللارج فوكال سبوت سايز تبعتنا. طبعا اللارج فوكال سبوت سايز بيعمل عندنا مشكلة بالصورة، وطبعا هاي المشكلة مين من الشباب بيقدر يتذكر لي اياها؟ احنا حكيناها بالمحاضرة الماضية. لما يكون في عندي لارج فوكال سبوت سايز بعمل ظاهرة معينة بالصورة، ايش هي؟ مين معي شباب على الخط؟ الو مين بحب يفوت معي؟ ابو جواد الهيل افكت. سامعك احكي. الهيل افكت. الهيل افكت صح. طيب هسه احنا لانه المحاضره الماضيه وشبكنا عليها هاي المحاضره اعاده. نعم يا سيد رحال، هاي المحاضره اعاده فمشان هيك ما في عليها بونصات ولا علامات ولا اي شيء يعني. وفي اللي أخذ البونص الخمس علامات المحاضرة الماضية يذكرني فيها. طيب
هسه نفوت على الجيومتريك بول. It's another causes of lake geometric sharpness is the distance of receptor from the object. Moving a receptor away from the object result is an increased lake of sharpness. طيب الحالة الثانية إذا ما كانت عندي مشكلتي أصلاً جاي من الهيل إفكت أو الفوكال سبوت سايز بجيومتريك شاربنس، إذا بعدت الريسبتر أو المستقبل away from the object، تمام، يعني بعدت الإكس راي تيوب بعدناه عن المريض اللي بدنا نصوره أو المتلقي الخدمة اللي عندنا، بعدنا الإكس راي تيوب عنه وبنعطي إكسبوجر لإله، هاي العملية إنه إذا بعدناها إيش حينتج عنها؟ حينتج عنها lake of sharpness. إذا بتلاحظوا إنه أول شيء نأخذ أول واحدة، الفوكال سبوت سايز تبعتنا حتزيد ولا تقل لما أبعد الإكس راي تيوب؟ نعم مزبوط مزبوط، magnifications عندنا واحدة من الشغلات اللي هي magnifications، بس magnifications يعني هي أساس، هتعمل عندي طبعا الجيومتريك بلور، طبعا لما تكبر اي شيء الباوندريز تبعته حتكبر، واذا كبرت حتصير بلير، هذا شيء واضح منه. تمام، هسه ليك اوف شاربنس ان سبجكت اللي احنا هي اصلا واحده بس احنا قسمناها لثنتين. Not all structure in the body have a well defined boundaries. Super impression essentially present in most situations. هسه مش كل الاستراكشرز اللي عندنا موجوده داخل الجسم يعني شكلها مربع دائري مثلث يعني حدودها 100% واضحه لنا. The organs do not have a square rectangular boundaries. The fidelity with which details in the object are required to be imaged is an essential requirement of any imaging system. تمام، هسه ده substance of the sharpness is the subject or object reflected in the image. هسه عملية انك تشوف حدود ال boundaries هي عملية انه ال عبارة عن انعكاس للصورة اللي ناتج من الاكس راي في الصورة نفسها، فاذا كان في عندي تداخلات بهاي الصورة مش حقدر اني اميز الحدود اللي موجودة عندي. common and understandable blur in medical imaging، وهي هسه بتهمنا الشغلات أساسية بتعمل عندي البلير. خلصنا الأولانيات اللي هم الثلاثة. أوكي ماشي، هسا الشغلات الأساسية هاي اللي بيهمنا هسا بالموضوع فهمنا البلير. بغض النظر كان كل الكلام إنه البلير إنه حدود الأورغانز تبعتنا مش ظاهرة معاي، طبعا هذا البلير ما بيعني اني انا ما بعرف اصور، ممكن هاي البلير ناتجه انه نفس الاورجان اللي موجوده الجيومتريك اللي موجوده عندي او طبيعه التصوير بدي اتعامل ماجنيفيكيشن موجود عندي عامل بلير، او في عندي مشكله بالفوكال سبوت سايز اصلا بالجهاز كبيره فعامله عندي هاي. فبنقدر نحكي انه من الشغلات الاندرستابل بلير ان ميديكال ايميجينج اول شيء اللي هي عندنا البيشنت موفمنت، وطبعا هاي بتعود لشغلات مش شرط انها كلها في ايد المريض، يعني حركه المريض. واحد اللي هي انكوربريتيف تشايلد، طفل عنيد ما بيرضى يتصور. اثنين ثلاثه عمالهم بمسكوه بس شو عمالك بتحاول على الفاضي لانه حيضل بده يتحرك، فانت بامكانك تتاخذ انه موديلتي ثاني للتصوير او طريق ثاني للتصوير حسب السيف. ما ننسى انه الكواليتي تبعتنا هي اصلا جزء من الراديشن وبروتكشن اللي احنا حكينا عنها من اول. الكواليتي اشورنس هي الحفاظ على الديجري اوف دوزز، تمام، اللي هي از لو از ريزونبل اتشيفبل عندنا، بحيث ان نحصل على اوضح صوره باقل جرعه عندنا. طبعا هسه نيجي عند البيشنت موفمنت، الشغل الثاني اللي هي الاورجان كونتراكشن او ريلاكسيشن زي القلب زي الرئتين زي الهاي. لكن في عندنا بعض الادوات او التولز اللي احنا من عمالنا بنستخدمهم بحيث انه نقلل من حركة المريض قدر الإمكان لشغلات معينة. هسه مثلا بآخر واحد اللي هي الهارت بريثينج وكذا، هسه البريثينج اللي عندنا موجودة ممكن إنه خلال تصوير مثلا التشيست نحكي للمريض خد نفس واحبسه، وراح نحكي عنها هسه بعد شوي في التكنيكس لتقليل الحركات هاي. لكن صعب إن نحكي له مثلا وقف لي قلبك، يعني بتصير غير منطقية الشغلة، فراح نتعامل هسه بالتكنيكس بعد شوي بحيث نشوف انه مثلا كيف نقلل تاثير الموفمنتس والبلير من عند القلب بالصوره بحيث نطلع انه لافضل صوره. طبعا مش صوره بيرفكت ولا ممتازه، حنحصل على بلير لكن هذا البلير افضل ما يمكن،
وطبعا الطبيب الاخصائي بيعرف هذا الاشي 100%. يعني مش راح يجي يحكي لك والله بدي صورة الهارت شارب عندك على جهاز كونفنشنال اكس راي موجود. واحدة لكل الجسم مرة واحدة. هيك حاولت ما رضى يفتح معي المايك. احنا بس في حالة الحوادث منصور المريض كامل. طبعا مشان نكون واضحين هسه بالدياجنوستيك اكس راي الكونفنشنال العادي الجهاز كمية الفوتونات او الدنس اللي حيعطيني اياها محصورة في رقم معين بحيث ما نتجاوز هذا الرقم مشان السيفتي للمريض. اذا انا بدي اصور جسم كامل بدي اضطر اني ارفع كمية الاشعة الدنس كامل اللي بيصير، وهذا اللي بيصير في حالة السي تي سكان. في سيتي سكان تقدر تصوره من راسه لاجريه على سحبه واحده، لكن كميه الاشعه حتكون ضخمه جدا. هسه حكينا احنا في عندنا ميزان للبنفيت فيرسس ريسك، انه المخاطر قدام الفائده. اذا الشخص حالته مضطره يعني فيها حياه او موت ممكن استخدم السيتي سكان لهيك حالات. ما حقدر اني اودي المريض على كونفنشنال اكس راي اصوره، لكن اذا الحاله مش حياه او موت دياجنوسيس عادي فبفضل اني استخدم موداليتيز ثانيه اتعامل فيها بالتصوير، مش شرط اني استخدم دائما الاكس راي في التصوير. واذا كانت الاكس راي للتصوير اللي انا بدي استخدمها فبحاول اني استخدمها بذكاء وحذر، يعني بحيث اني اصور المشكله او السيمتومز اللي موجوده. يعني دائما في عندنا هي بسميها احنا الجستيفيكيشنز، عندنا بالجستيفيكيشنز هي اللي بتعطينا الاهداف والخطوات اللي احنا لازم نمشيها مع هذا المريض. من ضمن الجاستيفيكيشنز تبعتنا انه انا الستيب الاولانيه للمريض دياجنوسيس، اني احدد زي كاني انا بدي استخدم سلاح معين مشان اني اجيب الهدف تبعي، فلازم احدد الهدف اللي انا بدي اصور عليه، مش انه الشغل غموضي امسك مريض واحطه تحت الاكس راي وابلش اصور فيه كامل او كله كامل كل اجزائه. اكيد في جزء معين واحد هو اللي عماله بشكي منه. في حاله الحوادث حكينا هذاك اشي ثاني. حاله ثانيه حالة الحوادث المريض يمكن unconscious صعب يعبر لي ايش المشكلة اللي عنده. عنده نزيف، كان حادث سيارة، بدي اضطر اني اصور من فوق لتحت لانه حياة المريض هنا هي اللي في خطر. اتوقع مايكك انه اشتغل المايك عندك اشتغل. لا رجع سكر. طيب خلونا نكمل على الثالثة اللي هي lack of sharpness due to motions. حكينا عنها مثلا المريض بتحرك organs عمالها بتتحرك. short exposure time are achieved by the use of the fast intensifying screen. faster screen result in loss of details. further the use of shorter exposure time has to be compensated with increased MA to achieve a good image. This offense implies uses large focal spot geometric sharpness. طيب هاي بالمختصر عنا نحكي. في عنا نوعين من السكرين اللي كنا نستخدمهم في عالم الانالوج هسا. تنحكي في التصوير أو تنحكي في عالم الكونفنشنال العادي التصوير الكاسيتات والأفلام. في عنا نوعين من هاي الكاسيتات أو من هاي الأفلام. في عنا إشي بنحكي له أفلام تصوير سريعة وفي عنا أفلام تصوير بطيئة. بس حكينا انه مش هذا احسن من هذا ولا هذا يعني اسوأ من هذا، على العكس الاثنين كويسات حسب الاستخدام تبعه. الافلام السريعة استخدمناهم في حالات الماموغرافي انه ما بدنا نعطي دوز اصلا للأورجان، عشان هيك بنستخدم الحالات السريعة بحيث انه كمية اشعة ديجري اوف اكس راي سمول اماونت دوز اوف اكس راي راح توصل التارجت تبعتنا لدرجة التعتيم اللي احنا بدنا اياها. وطبعا حنحكيها بشرح احسن شوي لقدام حتوضح معنا الصوره اكثر، بس هسه احنا نكون واضحين فيها. وبالنسبه للافلام البطيئه بدي كميه اشعه اكثر مشان تعطيني الديجري اوف داركنس اللي انا بدي اياها او درجه التعتيم اللي انا بدي اياها. من الامثله على البطيء حكينا اللي هو تصوير البون. تصوير البون بما ان الدنس عالي للبون وانا اصلا بدي كميه اكس راي او اكسبوجر شوي اعلى عن الاورجنز الثانيه مشان اني اقدر اميز الفراكشر الموجود داخل البون او الاورجانز او مثلا وات ايفر اللي حتعامل معاها. فبدي اصور بكميات اكس راي اعلى شوي، فبدي استخدم افلام بطيئه بحيث انه تستقبل هاي كميه الديجري من الدوز اللي حتوصلني وتعطيني الديجري اوف داركنس للفيلم تبعي. خلونا نتخيل الموضوع كالتالي. اذا انا جبت فيلم سريع وعرضته لاكسبوجر تبع بون، شو بدي يصير فيه؟ اكتبوا لي عندكم على الشات.
لو جبنا فيلم حساسيته عالية السنسيتيفيتي تبعته عالية أو إحنا بنسميه بالمصطلح العامي تبعنا إنه سريع وعرضته مش بدي أصور أنا على هذا الكاسيت أو آسف هذا الفيلم بون بدي أطلع الفراكشر اللي فيه فبدي أضطر إني أعطي إكسبوجر عالي شو حيصير بهذا الفيلم اللي بيكون عندي سريع إذا في مجال تكتبونا على الشات طبعا اللي حيصير معاي لا هو ما راح ينحرق أكيد يعني هذا المصطلح بس إنه حيطلع معتم الصورة أكثر بس شكرا للمشاركة ممتازة يعني أنا بشجع على المشاركات وياريت لو أنها كانت محاضرة عادية كان في علامات عليها حتطلع الصورة مش إنه مو واضحة هاي الكلمة كثير يعني هنا طيب بس إحنا في عالم الكواليتي نحاول نستخدم الألفاظ اللي بنتعامل فيها تكون كواليتي يعني هيك أدق شوي بس الصورة راح تطلع معتمة تنحكي مثلا مش مست يعني هي مش كلمة فصحى آه مزبوط التعتيم حيكون عنا عالي نعم صحيح طيب خلونا نفوت على اللي هي ليك اوف ريسبتر اللي هي شاربنس ريسبتر اللي هو المستقبل عندنا اللي موجود The intensifying screen in radiography has a crystal size which is larger than the emulsion on the film في عنا احنا اللي هو الامولشن فيلمز الطبقة الاكتف اللي موجودة في الافلام طبعا احنا عمالنا بنحكي هنا في عالم الانالوج تحت راح ننزل انه في اخر سطر راح تلاقي انه in digital imaging the image displayed at a higher matrix with a thin pixel size has a better clarity في عالم الديجيتال الثاني بنيجي على اللي هو الافلام والكاسيتات التصوير الديجيتال بنلاقي انه في عندنا شيء اسمه الماتريكس هاي الماتريكس عباره عن الخطوط الطوليه والعرضيه اللي موجود عليها الحساسات فكل ما بتزيد عندي النمبر او الفن او هاي الحساسات كل ما كان حجمها اصغر واعدادها اكبر الماتريكس تبعتها تمام كانت البيكسلز لها فينر يعني انعم بكثير من هيك بتكون الصوره ايش مالها اوضح كل ما بزيد النقاط اللي أنا برسم فيها هاي البيسكس اللي حكينا عنها بالزمانات إنه لو أعطيتني أنت 100 نقطة أرسم فيها وجه واحد هتطلع الصورة مرسومة بمية نقطة لكن لو أعطيتني 100 مليون نقطة أرسم فيها وجه أكيد حتطلع الصورة قريبة للواقع أكثر بكثير من 100 نقطة لو أعطيتني 100,000,000,000 نقطة أرسم فيها فحتكون الصورة صعب إنك تميزها عن الواقع الصورة الثانية فكل ما بتزيد النقاط عندي بتكون أحسن فهذا هو المصطلح ما بين الانالوج والديجيتال بس الانالوج ما ننسى اصلا الصوره تبعته مطابقه وواضحه لكن في عندنا مشكله انه الانتنسيفاينج سكرين اللي هي الطبقه اللي بتعمل على ايضاح الصوره هي بتحتوي على طبقه من الفلور لما يصطدم الاكس راي بهاي الطبقه الانتنسيفاينج سكرين راح تعطي ضوء عندنا بالاضافه للاكس راي بحيث انها توضح عندنا الصوره تمام بس المشكله انه هاي الكريستال سايز بتكون دائما اكبر من الطبقه الحساسه على الفيلم اللي بنسميها الامولشن هسه الطبقه الحساسه على الفيلم تبعتنا فيها كريستالات اللي حكينا اللي هي الكريستالات اللي هي الفضه او ما حنعطي التركيبه يعني لانه مش موضوع بلاش نضيع فيها هسه تمام هسه هاي هي عمالها بتتحسس في عندنا الطبقه فلما الفوتونات اللي عمالها بتيجي من الانتنسيفاينج سكرين اللارج تبعتها اكبر من الطبقه اللي موجوده عندنا فبتصير عندنا هسه ما بين الثنتين ما بين الديجريز للانتنسيفاينج سكرين وما بين الديجريز للايمولشن اللي موجوده عندنا على نفس الفيلم فهاي راح تعمل عندي اللي هي ليك اوف ريسبتر شاربنس بما انه اصلا الحدود اللي طالع عندي اضخم شوي من السايز اللي موجوده عندي فحتبين اكبر فحتعطيني بلير على الشاربنس لإلها تمام او بنسميها اللي هي ليك اوف ريسبتر شاربنس طيب نفوت على النقطه اللي وراها هسه حكينا احنا عن بلير بغض النظر اللي هي ليك اوف شاربنس فازينس الاسماء اللي احنا متبعينها هسه في عندنا حالتين نفس الشيء متطابقات لكن واحده اشمل من الثانيه فبدنا نحاول نفرق بيناتهم في عندنا الديستورشن وفي عندنا الارتيفاكت الديستورشن تم اخذ هاي الكلمه او استعمالها بمعنى انه هي شتتت عليك الصوره اللي انت بدك تشوفها ديستورشن عملت تشتيت للصوره اللي انت بدك تشوفها هسه الارتيفاكت هي عباره من كلمه تغيير باليد يعني كانك انت مسكت عجينه وانت شكلتها بايدك
يعني الشكل تبعها الحقيقي تغير ضمن ايدك artifact اشتغلت فيها انت. فبدنا نحاول ان نميز ما بين distortion and artifact. هسه بيجي ببلش معنا بحكي لنا انه unequal magnification of a various anatomical structure، عملية التكبير اللي عم بتصير في عنا هاي هي واحدة من distortions and artifacts. Inability to give an accurate impression on the real size, shape and relative position. تمام؟ مش قادرين نعطي او نقدر نعطي انه الحجم الحقيقي لإله او شكله الحقيقي، يعني تغير، صار في من جهة مبعوج، صار في magnification من جهة ومن جهة لا، في عندي مبين انه في طعجة بواحدة من الباوندريز، هاي بالحقيقة مش موجودة اصلا بالأورغانز هاي الطعجة. تمام؟ هاي كلياتها بتكون عندي من انواع الديستورشنز والارتيفاكتس، بس بالحقيقه بدنا نميز. احنا رح نرجع هسه خلينا نكمل مشان نعرف نميز ما بين الثنتين. هسه الديستورشن هي جزء من الارتيفاكتس لكن لها صفه خاصه فيها. جريد ارتيفاكت، في عندنا جريد فيجوالايزد ان ذا فيلم. هسه هاي نقدر نحكي عنها، ايوه ممتاز. هسه الديستورشن انه في اشي انا شتتني، في اشي خارجي مش من نفس الصوره طلع بالصورة فعمل لي تشتيت. من ضمن الأمثلة هاي grid artifacts عندي. grid اللي visualized on the film، يعني بلشت الgrid، طبعا الgrid بنعرف انه طبقة من الباريوم كريستالز موجودة، الهدف من هاي الكريستالات انه تخلي الأشعة اللي جاي بشكل عمودي هي اللي تفوت، والأشعة اللي سكتر او اللي جاي بشكل مائل ما تفوت، بحيث ان نقدر الأشعة يعني السكترينج داخل الغرفة قد ما نقدر ان نقللها بحيث انه ما نأثر على جودة الصور اللي احنا بتطلع معانا. تمام؟ فخلينا نتطلع هسه على هاي. مظبوط، تداخلات بالصورة. فالجريد ارتيفاكت عندنا جريد فيجوالايزد ان ذا فيلم، اذا طلعت معاي صورة الجريد هاي، هاي نوع من الارتيفاكت، لكن بالنسبة لي عملت لي ديستورش. بس خلينا نشوف الديستورش هسه كيف تيجي معنا اوضح. Light spot simulating in micro classifications dust on the screen، يعني الغبرة والتراب اللي موجودات على الكاسيت نفسه أو داخل الكاسيت نفسه أو على الطاولة. هاي الغبرة طبعاً الشخص ما كان كثير نظايفي وعماله بيتعامل بعدد، يعني ما بينظف عدته دائماً وراء. أي صناعي في الدنيا ما بيدير باله على عدته، ما بينظفها وبهملها، أكيد هتعمل له نوع من الديستورشنز في داخل عمله، راح تعمل تأثيرات داخل عمله، راح تأثر على أدائه. من ضمنها هاي الغبرة اللي إحنا بنستقلها، الغبرة حتطلع بالصورة والتراب، وخصوصا إذا كانت على الإمالشن سكرين أو إذا كانت على الانتنسيفاينج سكرين داخل الكاسيت نفسه. فهاي الغبرة بدنا نحاول إنه نقللها. ليش؟ لأنه هي نوع من الارتيفاكت. هسه هاي لا تعني إنها من الجهاز، نحاول نركز. هالهدف إحنا عنا بالكواليتي كنترول إن نحكم، ما حقدر إني أوصل تيجي تحكي لي بصفر غبرة داخل غرفة الأشعة مثلا أو صفر غبرة بالجو. هاي الغبار وضع طبيعي انها تكون بالجو، لكن انه حتكون ضمن كميات مسيطر عليها قليله جدا ضمن ارقام موجوده عندنا. حكينا مش الاساس انه نوصل للبيوريتي في الموضوع تبعنا، الكواليتي لينيارتي وليس البيوريتي. باد فيلم سكرين كونتاكت، باد بيشنت بوزيشنينج مثلا في حاله البريست. وطبعا الارتيفاكتس مثلا طلع بحكي لك انه الباد بيشنت بوزيشنينج، عملية انك انت تصور اجر يمين مكان اجر شمال، او انك تصور المريض بزاوية بحيث انه تصير الاورغان اكبر ما يمكن فوق بعض، بدل ما تكون لازم يكون اقل ما يمكن، يعني قد ما نقدر نحاول نعمل ايزوليشن للاورغان اللي احنا بدنا نصوره. فعملية البوزيشنينج هي عملية ايزوليت للاورغان اللي انا بدي اصوره بحيث اني اقدر اجيب الشيب تبعته والكليريتي بالصورة، هذا هو اللي بيهمني بالحالة البوزيشن. إذا أنا صورت إشي غلط، هاي تعتبر نوع من أنواع الارتيفاكتس. أو صورت طريقة البوزيشن غلط، هاي تعتبر من الارتيفاكتس. يعني إشي أنا صورته، يعني ارتيفاكتس يعني من إيدي، من شغل إيدي أنا. باد فيلم سكرين كونتاكتس الموجودة عندنا، السكرين كونتاكتس اللي هي الانتنسيفاينج سكرين وشغل هاي كلها الموجودة عندنا، إذا ما كانت داخلي صح، كان جوا الكاسيت في عندي هوا، هاي البابل اللي موجودة عندي داخل الكاسيت الهوا راح تبين معاي أو تعمل معاي تداخل مع الصورة اللي حكيت عنها مظبوط قبل شوي، هي مكتوبة عندك تداخلات بالصورة. فهي عندي راح تعمل distortion بالصورة. ليش؟ لأنه داخل الصورة لما تنعكس كل هاي مجموعات الإحداثيات الـ 3D داخل الـ 2D بتصير تبين كأنها هي عبارة bubbles داخل الجسم
أو في عندي خيال موجود جوا هذا الجسم. هاي عندي صورتين. طلعوا على الصورة اللي شمال. بالنسبة للصورة اللي شمال إذا انتبهنا لشغلة معينة وهي أهم شغلة عندنا هسا. الصورة اللي شمال ممكن هاي تظهر معاك إذا عمالك بتصور مريض بسن معدن بيتمه. هتطلع معاك هاي الصورة. إذا بتشتغل على الصورة السي تي إكس راي أو الإكس راي الـ 16 سلايس ما فيها فلتريشنز وهيك. تيجي بتصور مثلا في بيجروا معدن او بايده معدن او كذا ممكن تطلع معاك هاي التداخلات المعدنية داخل الصورة ودائما بتبين معاك هاي الصورة بالاكس راي او البانوراما. طبعا هاي التداخلات بالحقيقة هذا مش اشي حقيقي موجود بالجسم. هذا هو المقصود بالديستورشنز اند ارتيفاكت. هاي اشي مش حقيقي موجود بداخل الجسم اللي عندنا. اما تعال تطلع انت على الصورة اللي على اليمين. الصورة اللي على اليمين هي عبارة عن زي يعني تنحكي خطوط أو ومضات بيضاء وهي موجودة. وهي طبعا بما أن الصورة هي أبيض وأسود هاي صورة هاي الصورة اللي عندك أنت MRI ولا X-ray. هاي الصورة اللي عندنا هنا MRI ولا X-ray شباب. طبعا بما انه البون عندي هون ابيض فاكيد هاي الصورة راح تكون اكيد اكس راي صح؟ لانه بلما رأي شو حتكون معاي البون لونها. صح. طيب ناخذ بريك عنا ونخلص السيشن اللي احنا موجودين عليه قبل ما انه اللي هم شغالين خلاص. الزوم لسه اعطانا كويس يعني جتنا هدية من الزوم انه نقدر نعطي اكثر من 40 دقيقة. ما بعرف قديش احنا لنا يعني. فانا بحكي خلينا نكمل هاي المحاضرة على تسجيل واحد ونخلص الامور لانه قربنا نخلص اصلا. طيب هسه طلعوا انت في عندنا يعني هاي الخطوط البيضاء اللي داخله عندي على الصوره عامله لعندي ديستورشن بالصوره يعني عملت لي تشتيت. اول شيء ما قادر اميز الباوندرز اللي عندي. ثاني شيء لو في عندي اي فراكشر جاي ماشي مع هاي الخطوط ما حقدر اميزه هو من الخط ولا هو فراكشر اللي موجود عندي. هاي طبعا بتكون شغلات كثيره عندنا. ممكن ماكينه التحميض عمالها بتعملها الدراماتها ما هي نظيفه. ممكن يكون في عندي الكاسيت نفسه واحد منظف بطريقة خاطئة. الجريد نفسه جاي عليه انسكاب سوائل. كثير شغلات هاي بتعملها بنحاول ان نطلع لها الخيوط تبعتها وتبين معانا حسب الفحوصات. نيجي عندنا الايمج نويز. ايمج نويز اللي هي نفرق هسا حفظنا عن البلور حكينا عن الديستورشنز والارتيفاكتس اللي موجودة وهسا راح نحكي عن النويز. بدنا نميز ما بين النويز والبلير اللي اخذناها اول. ركزوا شباب. البلير هي عبارة عن ضبابية لكن النويز defined as uncertainty or impression and recording of signal. يعني في عندي عدم دقة في تسجيل الإشارة. يعني الحساس أو المستقبل عندي اللي موجود الفيلم عماله بيستقبل هسا بالإكس راي اللي جاية. لو فرضنا في في الأنالوج أو النظام اللي إحنا عمالنا بنشتغله هاي الحساسات عمالة بتستقبل الإكس راي. ما تنسوا عمالة تستقبل مثلاً السكاترد إكس راي. مزبوط. هاي هي التشويش. هاي هي التشويش. وحكينا يعني اللي بيلو على التلفزيونات القديمة بيقدر يشوفها بمحطات المسكر بتبين معاك التشويش. ومرات وإحنا قاعدين عم نحكي بتسمع صوت خربش بالصوت. شو بنسميه هاي؟ تشويش. القصد بالتشويش إنه في إشارة دخلت على الإشارة تبعتي. مش زي البلير. البلير ضبابية. إنه في عندي ضبابية بالصورة زي كأنها قزاز شفاف وحطينا عليه بخار ماء. تمام؟ أما في حالة النويز راح تكون عندي تشويش في سيجنال غير السيجنال اللي أنا بتوقعها عمالها بتوصل. هسا impressionist painting precision of the object increases with the number of dots. هسا هاي العملية بتعتمد يعني واحد من شغلاتها نقص الدوتس. يعني إذا كان عندي الماس قليل فكمية النقاط أو الإكس راي أو number of photons اللي راح يعطيني الصورة قليل. فهاي الكميات لأنها قليلة فالكميات راح تكون عندي الأشعة المتشتتة
يا إما جدها يا إما أكبر. هسا إحنا خلونا نوزن فيها هاي. في نقاط عمالها بتوصل أوريدي على سطح الفيلم هذا. إكس راي سكتر، إضاءة من ماكينة التحميض، لما عبيت الكاسيت، لما عبيت الفيلم، في مجموعة من العوامل عمالها بتشوش على هذا الكاسيت. إذا أنا أعطيت كمية فوتونات قليلة فحتكون مجموع التشويش اللي موجود ممكن يعادل أو يكون أكبر من النمبر أوف فوتونز البيكسلز الحقيقية أو الإشارة السيجنال اللي أنا أعطيتها لهذا الكاسيت. فروح شو راح تطلع معي الصورة مشوشة، هيك إحنا بنسميها. طيب كل ما بزيد كمية الماس أو الفوتونات نمبر أوف فوتون اللي أنا بعطيها، فمعناته شو بيصير عندي؟ بتصير كمية التشويش اللي موجودة أوريدي بتقل قدام كمية الفوتونات اللي أنا بعطيها. فكل ما كانت الكمية أكبر كل ما صارت التشويش عندي أقل. بس مش معناته أني حضلني أعطي بالماس إلى ما لا نهاية، لأنه إحنا مش هدفنا في الكواليتي اللي هي الصورة الممتازة. هدفنا بالكواليتي، إحنا جزء من الراديشن بروتكشن، أني أعطي صورة جيدة قادر أنه الطبيب يقرأها، ما أعمل على خسارة مالية أكثر، تمام؟ بدون ما أني أزيد الجرعة. وما ننسى، صحيح بزيد الجرعة على المريض، بس بزيد الجرعة على أنا نفسي كعامل أشعة بصور. لأنه كل ما بدي زيد الجرعة على المريض كل ما بدي زيد كمية السكتر اللي أنا راجعة علي. طيب هسا the X-ray imaging when recorded with a small number of X-ray photon has a high degree of uncertainty. كل ما كانت كمية الدوز أو كمية الفوتونات اللي عندي أقل بتكون عندي الانسيرتينيتي أكثر، فكمية التشويش بتصير أعلى. فوتون give less noise، كل ما بزيد الفوتونات بتقل نسبة النويز قدام هاي الفوتونات. هسا في عنا other source of noise، في عنا اللي هي grain in radiographic films، large grain in intensifying screen and electronic noise of detector or amplifier. تمام؟ الجرين اللي حكينا موجودات اللي هي التركيب الموجودة بالراديوغرافيك فيلم أو بطبقة الانتنسيفاينج سكرين اللي هي الطبقات اللي موجودة عندنا هذه، تمام. وآخر واحدة في الديجيتال عندنا إلكترونيك نويز أور ديتكتر أور أمبليفاير. يمكن تستغرب بس معظم المشاكل السيئة اللي بتكون في التصوير الديجيتال مش ناتجة من المشين أو الهاي، ناتجة من الوايرينج أو توصيل الأسلاك اللي موجود. ممكن هاي الأسلاك واقعة من منطقة فيها رطوبة، مش معزولة كويس، بتسموها انتو دائما انه الشصي جاي على الارض او ملامس شصي. ومن هاي الشغلات ممكن مرات اذا ما بتنتبه مثلا لمبة داخل غرفة عمالها بترمش ممكن تأثر على جودة صورة. وهاي سيد عبود بدك تحكي. بس إذا في مجال هسه بس نخلص المحاضرة بنقدر نفتح على الشات الحكي زي ما بدكم، ما في عنا أي إشكالية. بس لأنه زي ما لاحظتوا يعني عمالنا بنحاول إنه طيب تقدر تفتح المايك تحكي سمعني. الو. تفضل. انا كان تعليقي على الكلمة بس انه افضل صورة اقل اكس راي، اقل اكس راي اكسبوجر. ما كنت بدي ادخل على شو اسمه على المحادثة معك. خلاص هو تمام. هو الهدف الأساس من عندنا اللي هو الوقاية الشعاعية، وإن نحافظ على لينيرتي الجهاز اللي إحنا موجودين شغالين عليه. هسا النويز إن فيلم بتنتعامل معاه بنسميه إحنا اللي هي كاركترايزد باي ذا ستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما أو الانحراف المعياري. طبعا الانحراف المعياري بتقدر أنت دائما بالصور تتعامل معاها كالتالي. الو الو طلع صوتك دكتور واضح. واضح.
طيب تمام. الانحراف المعياري عندنا او السيجما اللي هي of OD measurement in any uniform region of the film اللي هي توزيع النقاط بشكل عادل او متساوي في اي منطقة داخل الفيلم. اذا كان في عندي النقاط يعني اذا جبت قطعة اكريليك او بلاستيك مطابق او تشيو كوفيلنت طبعا اللي هو الاكريليك بلاستيك ولكن مطابق للاتينويشنز تبع الاورغانز وصورته مفروض لما اصور قطعة مربعة من الاكريليك انه تكون كل الطبقات تبعتي متساوية فيه لانه نفس السماكة نفس القطع نفس كل اشي. لما اصور مفروض انه لما اجي اخذ القراءة تبعته او اتفقد هاي النقاط كلها نفس النقاط. طبعا نتعامل مع اشي بنسميها اسمه الـ OD measurements in any uniform region of the film. OD اللي هي optical density او الكثافة الضوئية. الكثافة الضوئية هي كمية الضوء اللي مرة من هاي الطبقة الشفافة بالنسبة لكمية الضوء اللي اصلا اجتها لا او نسميه احنا التعتيم او في المصطلح العامي التضليل. اذا بتيجي عند قزاز السيارات بيسملوا بيحكوا له تضليل. تيجي بتحكي له مثلا بدي تضليل 35%. القصد انه كمية الضوء اللي حتفوت بالنسبة للضوء اللي برا حتكون 35%. تيجي تحكي له مثلا بدي التضليل 10%. يعني كمية الضوء اللي حتيجي تفوت من الخارج 10%. هيك المفروض فيها. ممكن نحكي انه تضليل 10% او كمية الضوء اللي دخلت اقل ب 10% من كمية الضوء الاصلية. بغض النظر احنا هاي راح نتعامل معها احنا بالنسبة لنا للOD اللي هي كمية الضوء اللي دخلت بالنسبة لكمية الضوء الاصلية. لما اجي احكي انا كمية الضوء اللي دخلت 30% يعني لو كان عندي 100 فوتون دخلوا الفيلم الشفاف. طبعا افلام نحكي عن الافلام العادية افلام التصوير الاكسري العادية. على الجهة الثانية دخل 100 فوتون من الجهة الثانية طلع 30. هذا هو القصد بال30% درجة التعتيم. وطبعا درجة التعتيم هنا بتعتمد على الدنس اللي كان قدام الاكس راي في لحظة التصوير. كل ما كان الدنس عالي كل ما كان الموجود عندي التعتيم ايش ماله اعلى ولا اقل؟ اقل. كل ما كان الدنس اقل كل ما كان التعتيم عندي شو ماله اعلى. فلا هذا الاساس باجي بحسب قديش عندي التعتيم. فبيجي عنا اللي هو المصطلح اللي هو السيجما او الانحراف المعياري بحاول انه يبين قديش في فروقات بين هاي النقاط اللي مفروض انها تكون متعادلة او متساوية بين بعضها. ممكن يكون عندي مثلا انحراف المعياري within range مثلا خلال 5% 6% 4% انحراف معياري 3% 2% حسب نوع الاستخدام لجهاز الاكس راي. وطبعا بما انه الموضوع فيه شوية فيزيكس ورياضيات كالعادة بدنا نحاول ان نتجاهلها او نمشي فيها خطوة نعطي البسيط خلاص زي هيك ونمشي بلا ما بعدها لانه المفروض انه ضمن مادة برينسيبل اكسبوجر عمالكم بتاخدوا هاي الشغلة بشكل مفصل اكثر. طيب نيجي عن الايمج نويز information that is not useful. Information that is not useful is noise. The snowing in TV image is speckless and ultrasound image are example of the noise. حكينا من الأمثلة عليها بالنويز اللي هي إذا بتيجي على تلفزيونات CRT القديمة الكاثود راي تيوب اللي كنا نستخدمها التلفزيون العادي مش الشاشة لأنه صرنا هسه في عنا مصطلحين نعطي. صرنا التلفزيون نحكي له عن الشاشات القديمة والشاشات الحديثة LCD والLED نسميها شاشة. فنرجع للتلفزيون. التلفزيون لما تحط أنت على محطة مسكرة تطلع عندك انت هذا النوع من النقاط او بسميها احنا هون بسميها تساقط الثلوج او سنوينج كأنه نقاط بيضة بتشويهيك عمالة تتحرك هي التشويش. واكثر ظاهرة عندنا احنا بنلاقيها في حالات التصوير اللي هي في الالتراساوند. تعال صور الالتراساوند لانه بالالتراساوند اصلا يعني كمية التشويش اللي موجودة من الاصوات كثير كبيرة مش زي الاكس راي. هسا الاكس راي مشان يعطي عندي سكتر بلزمني اكس راي لكن تداخلات الضوء ممكن تجيني عن طريق الفيلم عند تركيبه عند فتحه عند تحميضه وهكذا لكن الكميات ممكن اني اسيطر عليها. لكن في الالتراساوند انا في عندي كثير تداخلات صوتية على مستوى الشرايين لحالها عم تعمل صوت. النفس بيعمل صوت القلب بيعمل صوت. مش حتيجي تحكي للمريض والله وقف لي قلبك بدي اعرف اصور الاورغانز اللي عندي. فهاي التشويهات الصوتية كلها عاملة عندي تداخلات فراح تطلع على شكل نويز. وطبعا بتعود هسه في عنا بهاي النويز في عنا حالات كثيرة بنسميها فلاتر وهيك شغلات لها.
As a noise interferes with the visualizing of image feature useful for diagnosis. عملية النويز أو التشويش عبارة عن sparkles أو نقط أو تشويش نقط بيضة معبية الدنيا. بدنا نميزها عن النقط تبعات الغبرة والتراب. هدولك artifact. الغبرة والتراب عم بعطوني نقاط بس هدولك artifact. هون النويز اللي عندي لا. إنه مش قادر أحدد السيجنال في هاي النقطة 100%. يعني ما أخذ القراءة بس في قراءات تانية مأثرة على جودة هاي القراءة. بنخلي القراءة يا أما بالزايد يا أما بالناقص. The different component of noise. وهاي هسا اللي بيهمني في الموضوع كله. هدول الأربع شغلات. عندي radiation noise. وهي حكينا عنها الهيل افكت. وهاي الهيل افكت احنا حكينا السبب تبعها ايش هو. اكتبوا لي السبب تبعها بدناش نعيده. ما بدي اعيده انا. اسمعوا منكم ايش هو السبب للهيل افكت. للمرة الأخيرة. مظبوط زيادة الفوكال سبوت سايز ما شاء الله عليكم لارج فوكال سبوت سايز صراع ممتازة تمام هسا في عندي الستركشر نويز أو منسميه الكومبتون سكاترينج طيب الكومبتون سكاترينج إيش هو الكومبتون سكاترينج مين بحكي لي عن الكومبتون سكاترينج أخذناه بالراديشن بروتكشن إيش الكومبتون سكاترينج ما شاء الله صلكوا ساعة بتكتبوا لارج فوكال سبوت مالكوا وقفتوا هنا شوي مظبوط هي الأشعة المتشتتة يعني نقعد نفسر احنا عربي بس هي الكومبتون سكاترينج هي ظاهرة التشتت لناحية معينة طيب خلوا هذا عندكم نرجع لها هسه لانه بدنا نخلص الكومبتون سكاترينج احنا عندنا هو الدوميننس اللي دائما عندنا موجود بالاكس راي خصوصا لما تكون الاكس راي عندنا الكي في تبعتها قليله فكل ما بتزيد عندنا الكي في كل ما بتقل عندي الكومبتون سكاترينج وبصير الانحياز للاشعه امامي حاب تفوت اوضح تقدر تفوت على المعادله عندك تمام بس المايكات اذا ممكن هسا في عنا اللي هي الستركشر نويز الكومبتون سكاترينج في عنا الريسبتر نويز اللي هي نون يونيفورم ريسبونس تو ا يونيفورم اكس راي بيم او المسميه ريسبتر نويز انه في عندي انا يونيفورم اكس راي يعني الاكس راي طالعه فلاتنس ممتازه السيرفيس تبعتها بس الاورجن اللي عمالها بتستقبلها مش فلات يعني مش الباوندرز اللي انا بدي اياها مش بالترتيب مش بالهاي فبيتم توزيعني بالريسبترز تبعتي بما انه في عندي مناطق اصلا يعني عامله هاي الجدران او هاي الاشكال حتطلع معاي عندي بالنويز تبعتي في عندي اخر واحده اللي هي الماونتن موتل او بنسميها اللو فوتون فلكس او قله في تدفق الفوتونات هاي الاربع شغلات وهي هي الاربع شغلات الرئيسيه عندنا في الاكس راي الخلاصه the different technical and physical factors may influence the image quality by impairing and detection capability of the anatomical structure useful for diagnosis increasing the image unsharpness some factors depend on the receptor some others and more related to radiographic technique يعني العوامل اللي عماله بتاثر على الشاربنس او اني ما اشوف هاي الحدود او اني ما اقدر اعمل تاكيد على الدياجنوسيس كثيره مش شرط كلياتها انها تكون من الماشين تبعتي او حتى انها من المريض او من الهاي ممكن تكون هاي الشغلات اصلا جايه من عندي من وراء التكنيك اللي انا مستخدمه تمام وهذا التكنيك ممكن هو اللي بياثر علي طيب خلونا نفوت على ما بعدها ان شاء الله انه لسه التسجيل شغال عندي فوق يعني عم بشيك عليه الزوم اعطانا سمحيه زي جائزه اكثر من 40 يعني دقيقة فخلنا نكسبها احنا هاي الشغلة طيب some factors هسا عنا بتعتمد على اكثر من شغلة فبنفوت على standard of acceptable image quality هاي مهمة هسه radiology imaging equipment should produce image that meet the needs of radiologists other interprets without involving any radiation of the patients
هسا الهدف من الأشعة تبعتنا أو التصوير الإشعاعي إنه نوصل للصورة سليمة، نفس دائما الموضوع اللي عمالنا بنكرر فيه، بحيث إنه يعني واضحة وكويسة بدون ما إنه نعطي أشعة ما إلها معنى أو زيادة للمريض اللي موجود عندنا. تمام؟ As quality assurance action contributed to the production of diagnosis images of the constant quality by reducing the variations of performance of image equipment. والهدف من الquality assurance اللي احنا بنعمله انه نحصل على تشخيص كويس بجودة من خلال تقليل المتداخلات اللي عمالها بتأثر على هاي الصور وبتعمل الجودة تبعتها رديئة. The quality controls aspects to quality assurance program are however not necessarily related to quality information content of the image. هسا عملية ضبط الجودة اللي احنا بنشتغل لها هي عبارة عن جزء من عملية اللي هي quality assurance أو برنامج ضمان الجودة كامل اللي احنا شغالين عليه، لكن هذا ما بيعني انه الصورة لازم تكون ممتازة او ما بدنا نحكي ممتازة، بما معناه هو احنا انه الصورة قابلة للتشخيص او القراءة. انا بيهمني اطلع بصورة باحداثيات ممتازة ضمن هذا الجهاز حسب احداثياته حسب الليميتيشن اللي معاي، لكن القدرة على التشخيص مش شغلتي. هسه شغلت انه في عندي طبيب هو اللي حيشخص، في عندي مؤسسة هي اللي حتقيم هذا الموضوع وهون، لكن انا بعطي الاحداثيات الموجودة للجهاز وللأدوات الموجودة معي بحيث اني احصل على افضل المعايير لمشان انتج هاي الصورة واعطيكم اياها ضمن المعايير اللي موجودة حسب قدرة الجهاز الموجودة عندي، بس مش معناته انه انا تشخيص هون. ممكن الشخص الطرف الثاني ما عنده قدرة للتشخيص، او ممكن الاشخاص اللي موجودين في الطرف الثاني مش معنيين بهاي الصورة او مش سبيشاليست لهاي الصورة فما حيستفيدوا منها. فمش معناته ان انا صورة ممتازة معناته انه حتعطيني انفورميشن، مش شرط تعطيني انفورميشن، تعتمد على الطرف الثاني اللي حيوخد عليها effective of poor quality image، وهاي اللي بتهمنا بهذا الموضوع. هذا مهم جدا، هاي مهمة جدا. effect of poor quality image. poor quality image has three negative effect. اول واحدة if image is not adequate quality practitioners may not have all visible diagnosis information that could have been made available to them and this may lead to incorrect diagnosis. واحد معناته اخر كلمتين incorrect diagnosis تشخيص خاطئ، may lead يعني ممكن انها تؤدي الى تشخيص خاطئ. طفوا الكاميرا وطفوا المايكات، انتبهوا على حالكم انتوا عم بتكبسوا، خليكم ركزين بالمحاضرة. A poor quality image حكينا أول واحدة إنه diagnosis. طبعاً diagnosis هذا إذا استعملها للتشخيص، إذا كان في عندي شغلات صغيرة بالصورة وكان في عندي نويز عالي أو كان في عندي بلير، طبعاً بلير كأنه شو بعمل؟ بطمس هاي الشغلات الصغيرة وبمسحها مع اللي حواليها، بيعمل فيها تداخل بيخليها ما حتبين معك. اختفت هاي الشغلات، واحد من اثنين، يا إما ما حيكون في عندي diagnosis اصلا يعني، يا اما اذا عمل دايجنوسيس هاي الشغلات الصغيره مش حتبين معه وحيكون في عندي مس للدايجنوسيس، فعب الاخير حيعطيني ليد تو انكوركت دايجنوسيس. طب اذا ما عجبت الصوره اصلا وطلب اعاده الصوره شو راح يعمل؟ راح يصير في عندي شغلتين. اول شيء اللي هي النقطه رقم اثنين، انه راح يصير في عندي اخر ثلاث كلمات انكريز ان كوست اوف دايجنوسيس، يعني بدل ما المريض اخذ صوره واحده نعمل له صورتين وممكن نعمل له ثلاث صور مشان اطلع بصوره واضحه. طبعا خسرت افلام، خسرت تحميض، والاهم من كل هذا خسرت وقت، وهذا الوقت حقه مصاري. بدل ما اني استغل هذا الوقت واصور فيه 100 مريض، هي نوع من الانفستمنت بنحكي كفلوس، انه ال100 مريض بيجيب لي مثلا مبلغ كذا، اذا انا عمالني بضيع صورتين وثلاثه وعمالني بضيع بالوقت، فبدل ما اصور 100 مريض باليوم عمالني بصور 20 او 15 مريض باليوم مشان اقدر اخذ على صوره كويسه. طبعا هذا خساره ل 80 مريض عندنا موجود. اسف اذا صار في تقطيع بالانترنت او شيء. Unnecessary radiation of exposure also occurs in production of indicated quality of radiography. خلاص هي زبطت الانترنت هسه، هاي وصلت مسج شكلها كبير كثير. طيب Unnecessary radiation exposure also occur in indicate quality in radiograph. وطبعا
حكينا هسا كانت الصورة سيئة، خسرت أول إشي فيها مصاري، الشغل الثاني التشخيص كان سيء تمام، وآخر شيء شغلة عندنا اللي هي إنديكيت اللي هي كواليتي أوف راديوغرافس راح يصير في عندنا اللي هي سوء أو انخفاض بمستوى الجودة للتصوير اللي أنا بشتغل عليه. ستاندرد اوف اكسبتبل ايمج كواليتي، هسه مشان نحكي انه الصوره هاي اكسبتد مقبوله لازم يكون في عندي بعض المعايير الاساسيه ما بدنا نتغير عنهم، نمشي عليهم دائما في كل التحديدات. بريور اوف انيشن اوف ذا كواليتي كنترول بروجرام ستاندرد اوف اكسبتبل ايمج كواليتي شود بي استابليش ايديال ديز ستاندرد شود بي، اول واحده لازم تكون عندي اوبجكتيف فور اكزامبل اكسبتبل ليميتس اوف باراميترز ذات كاركترايزد ايمج كواليتي، يعني اول شيء لازم تكون عندي الموضوعيه اوبجكتيف فيها تمام، بدي ما بي سبجكتيف فور اكزامبل ذا اوبينيون اوف ذا بروفيشنال بيرسون ان كيس استخدمها للجهاز اللي على الشمال صح مزبوط، بشكرك كثير امل. اللي على اليمين طبعا بما اني انا عم بصور فيه عليه بون بفتش على شغله فراكشر او كسر، مش مضطر 100% انه الصوره تكون عندي فيت وفيري شارب، وبالنسبة للجهة الثانية لا لازم تكون عندي الصورة فيت وفيري شارب واقدر اني اميز شغلات كثير صغيرة اني عمالني بعمل سكرينينج، ممكن هذا الشخص الثاني مش مريض اصلا اللي عرضه لإكس راي لكن بحاول انه عملية الكشف عن مبكر عن السرطان. طيب لو كانت نحكي الجهاز اللي بستخدمه في الكشف المبكر عن السرطان او السكرينينج الموجود عندي بهدف منه انه اعطي كمية اشعة اقل، فشو معناته؟ لما بدي اعطيها كميه اشعه اقل معناته بدي اعطي اكسبوجر اقل، اكسبوجر اقل بيعنيني الماس اللي حاعطيها اقل، طبعا الماكس اللي بعطيها اقل بيعني انه كمان النمبر اوف دوتس اللي حاخذها او السيجنال من الجهاز حتكون عندي اقل، فبدي اخذ معايير كثير اعلى بحيث انه اي تشويش او اي تداخلات خارجيه حتاثر على الصوره بدي احاول قد ما بقدر اني اعملها اليمينيشن. اذا بتطلع على جهاز مثلا البريست كانسر اللي هو اشهر جهاز في حالات السكرينينج راح تلاحظوا انه مثلا في عليه كومبريشن، في عليه فيكسيشن تولز اللي هي موجوده تبعت الكومبريش ديفايس، راح تلاقوا انه الاكس راي تيوب كثير قريب من عند الريسبترز الموجود من عندنا من عند الحساسات بحيث انه يعطينا كميه الدوز الهاي، واذا انتبهتوا كمان يعني انه النظام في التصوير بحاول انه يكون بعيد كثير عن المريضه بحيث انه اصلا التارجت تبعي او الفيل تبعي بيكون جاي مسح مع التشست وول للمريضه وماخذ بدايفيرجنس بعيد عن التشست وول بحيث انه ما يعرض المريضه لجرعات اكثر. هاي كلياتها بنحكي عنها بالمعايير حسب الاوبجكتيف او السبجكتيف اللي انا حتعامل معه. طبعا منشان أحكم هسا بآلية العمل اللي أنا اشتغلتها إذا كانت آلية العمل اللي عندي كويسة ولا لا، راح أحاول أني أستوضح بعض الشغلات. هاي الشغلات راح تكون هي عبارة عن الأخطاء اللي بتصدر مني أثناء العمل، طبعاً بتصدر مني مش مقصود أنه هاي اللي بتصدر أو بتأثر على الصورة، منشان أني أحصر هاي الأخطاء أو هاي المشاكل، يعني إيش اللي عملت عندي بلير، إيش اللي عملت عندي نويز، إيش اللي عمل هاي التكنيك اللي أنا استعملته هل كان صحيح ولا خطأ، هل كان البروتوكول أصلاً صحيح ولا خطأ، فراح نحصرها هاي الشغلات في عدة أمور. أهم إشي تنزل تحت على examples of the main causes of the retake، هسا العارة الصورة راح تلاقي إنه عندنا في عندنا particular important in a mobile radiographic equipment، مثلاً في شغلات دائماً بنلاحظها في البورتابل ما بنقدر إنه نتحاشاها، إنه ما في عندي مثلاً grid لتحقليل السكتر اكس راي، فبدي اتعامل اني اقرب الاكس راي تيوب في حالات التصوير قد ما اني بقدر. الاورجان عن طريق بوزيشن مش زي البوزيشن اللي كان مطلوب منه او بزاوية خطا، فبتكون خطا فني. تمام، هسه ممكن يكون الطبيب نفسه خطا انه طلب الطبيب مثلا كتب اجر يمين وهو المريض عماله بشكو من اجر شمال، وهيك ممكن يكون المريض نفسه غير متعاون، انت عم بتحط المريض على جهاز الرنين بعد خمس دقائق عم تطلع روحه بيحمل حاله بقوم وبضل طالع من الجهاز اثناء عمليه التصوير، فهذا عطل عليك عمليه التصوير، او ممكن تيجي تحكي للمريض خد نفس وحبسه
هي حتصير هاي دائما مع الكل يعني. او تحكي للمريض خد نفسه ويحبسه، المريض بياخذ النفس وبيتركه بنفس اللحظه لما تعطي انت الاكس راي، فبتطلع صوت الاكس راي عندك اصلا كلها بلير ومش مبين منها كثير اشي واضح. ما انت تجي تحكي له انا قلت لك خد نفسه ويحبسه، طبعا حيقول لك انا حبسته وانت ما قلت ليش اترك وانخنقت، يعني حتكون الافكار كثير عنده موجوده وخيالاته واسعه ما شاء الله دائما عند الاجوبه. فاحنا بدنا نحاول دائما انه نتعامل مع هدول الثلاث شغلات نسميهم اخطاء انسانيه، ان كان فني او طبيب او مريض. هسا في عنا اخطاء بتكون من نفس المشين اللي انا شغال عليها، الفوكال سبوت سايز عندي كبرت، الجهاز قدم عمره، تم التآكل في بعض الأسلاك المعدنية نتيجة نحكي قوارض، نتيجة مثلا استخدام خاطئ لغرفة الأشعة أو أداة سلك كان مكشوف متحرك في منطقة ما، الحك والعزل أثر عليه فصار يعمل تشويش أو قطع في مكان ما فخرب علي الصورة اللي عمالها تطلع من هذا الجهاز. طبعا عدة أسباب فهذا الجهاز عندي مكون موجود. في عندي ممكن تكون مشاكل أخرى خارج هذا الموضوع، بنكون من توابع الغرفة، أدوات الوقاية، باب الغرفة الرنين ما عم بسكر كويس وهاي. فبنيجي إحنا بنحصرها بالأربع شغلات الرئيسية، البيشنت، ممكن نحط الطبيب أو الدكتور، ممكن يكون عندنا الراديولوجيست الموجود، وممكن يكون عندي المشين. هسا كل واحد فيهم بإمكاني مثلا إذا في عندي عطل أو خطأ بحد ذاته بتكرر معاي إني أعيده أو أحطه بخاني لإله. هسا تحت المشين مثلا بحط ماشين طبعا، وبعدين بحط هاي الخانة تحت الماشين مثلا انه اللوك او الاقفال تبعت الجهاز اللي بتمسك الطاولة فالتة. فكل ما عم بحط عليه المريض اصوره بحدد عليه الفيلد داي، اي حركة صغيرة للمريض او انا بتحرك راح الطاولة تبلش تتحرك لحالها ويصير التصوير الاورجان في اتجاه وانا اللي بدي اياه في اتجاه اخر. هاي بحطها لإلها. هسا أنا بحاول إني أثبتها، هسا إذا بتزيد عن حدها طبعا أي صورة نتجت عن طريق اللوكس بفتح خانة للوكس الموجودة عندي أو الدنس الموجودات هذولا وبحط صح عندها إذا كان في عندي مشكلة فيها، لا يعني بفصلها لحالها. هسا المرضى مثلا اللي عمالهم بيتحركوا ممكن يكونوا بس أطفال، هسا المرضى الثانيين ما عندنا مشاكل فيها، فباجي بحط لهذا البيشنتس الموجود مثلا الكيدز بخبين، بحيث إنه لما أجي عند الريتيك أناليسز ايش الهدف منها؟ انه اجي اطلع اشوف انا الاخطاء اللي عمالها بتاثر عندي على جوده الصوره او بتاثر عندي او تخليني اعيد هاي الصوره كامله، ايش هي؟ بالنظره من بعيد ممكن تحكم انه انا في عندي مشكله مع فني الاشعه. ما عم بيجي طلب، اليمين بيعمله شمال، الشمال بيعمله يمين، الفوق بيعمله تحت، ولا ففي عندي مشكله معه، بس مش مشكله معه اني تعال بدي اروحك. مشكله معه اني هذا لازم اعمل له أسست مرة ثانية، أعطيه دورة تدريبية. ممكن هذا الشاب الفني اللي موجود عندي جاي يعني سيتي سكان ممتاز وخبرته ممتازة جدا، بس إجا يشتغل عندي هسا على أجهزة الرنين، أجهزة الرنين عمره ما اشتغل عليها فما حمسكه إياها من أولها. مفروض أني أمسكه أحطه تدريب 3 شهور مثلا على أجهزة الرنين، حتى لو من أول أسبوع بدع، حتى لو من الشهر الأولاني طلع يعني عبقري زمانه، فك معضلات ما حدا فكها غيره. مفروض أنه ما أخلي يمسك أي مريض لحاله إلا بعد 3 شهور. أما خلال 3 شهور بإمكانه أنه يصور لكن موجود شخص مراقب جنبه، وهذا اللي بيصير معاكم في التدريب، أنه أنت خلال التدريب مفروض أنه في عندك شخص مسؤول أو مشرف دائما موجود معاك خلال التدريب. ما بتخلصوا التدريب تبعكم تنزل أنت على الميدان لحالك، حتكون موجود تمام. نفس الشيء إذا مسكنا إحنا من ناحية الطبيب، الطبيب بكون مثلا فيري اكسبرت بالالتراساوند. الالتراساوند طبعا جهاز كثير النويز فيه، والخبرات اللي بتتعامل مع جهاز الالتراساوند بده خبرات كثير قويه. طبعا جهاز الرنين كمان كل جهاز سبيشال لحاله، يعني ما بدنا نحكي انه هذا الجهاز احسن من هذا الجهاز، بس لانه هذا الجهاز ميزته انه ما في اكس راي، يعني جهاز كثير ممتع يعني سيف لو استعملته بالساعات ما حضر إشي يعني. ومتعه التعامل معه انه المريض لازم يكون صاحي عن قريب، بنفس الوقت ما في اي نوع من الآلام وكذا. طبعا إنسان ممكن يحط جل وضغط وكذا، هسه ممكن يكون إكسبرتون لكن تيجي تقعده على جهاز مثلا سي تي سكان ما عنده علم أو ما اشتغل عليه. ممكن الساعات العمل اللي اشتغلها على الألتراساوند كانت أكبر بكثير من الساعات اللي تعاملها مثلا مع الـMRI، بحاجة لبعض الساعات لعملية الاستذكار أو المتابعة. فدائما أنه الريتيك أناليسز الهدف منه دائما التصحيح وليس الهدف منه أنه زي ما نحكيها نأسفن بعضنا، وأنه عشان نضرب بعضنا أو نأخذ أخطاء على بعضنا. دا
دائما الهدف من الجودة الإصلاح والتصحيح والعمل يكون عندنا هادف والإنجازات تبعنا تكون ممتازة. هسا في عندنا صورة هنا خفيفة حتيجي، هاي لبعض التست للكيو سي بتقدر تتفرجوا عليهم. بنبلش من شمال لليمين هيك بشكل سريع. هسا المونيتورز وهي بنسميها الاس ام بي تي اي باترن تيست، راح ناخذ عنها بصفات اكثر شوي يعني. هاي مشان نفحص عليها الشاشات بنشغلها، بتكون دائما بالمونيتور. هسا بنيجي على من شمال لليمين، طبعا ماشي انا بيجي. هسا عندنا الكيو سي والجيومتري للجهاز الفلوروسكوبي، اذا بتنتبهوا هاي الشاشه تبع الجهاز الفلوروسكوبي السوداء هاي الجيومتري تبعته. الجهاز اللي جنبه تيست فير كيو سي اوف راديوغرافي، للراديوغرافي هاي اللي عندنا التصوير العادي التقليدي الكونفنشنال. بنروح عليها الجهاز اللي وراها، هاي صورة المامو تبعت الماموغرافي، طبعا مش الاي سي ار فانتوم، هاي تبعت الماموغرافي فانتوم العادية اللي بيستخدموها للاسامبشنز من نفس الشركات. بس في عندنا موضوع بيجي تحتيه هنا، اذا حابين هذا حنمشي عنه بسرعة، ما حنحكي عنه، هذا المفروض انه بالبوزيشن ماخدينه، انه التكنيك تبعنا كلينيكال ايمج اند كواليتي كريتيريا فور ايمج كواليتي ايفالويشنز تبعتنا. هسه بنيجي بنحكي انه في بعض التكنيكس بتعطيني اوضح صوره من الهاي، مثلا لما تيجي انت بدك تصور مثلا فور تشست اكزامينيشن، فبفضل انه ناخذ بي اي يعني من الظهر للصدر في تصوير التشست اكس راي تبعتنا، تمام؟ ليش؟ لانه بدنا نعطي الاكسبوجر الكي في تبعنا، حيفوت حيصطدم بالعظام بالاول، بعدين حتكمل طريقة يعني حاعطي اكسبوجر عالي، فحيقدر انه تمشي من عند العظام بحيث تفوت على التشست وتعطيني صورة التشست. بس لو كان العكس حتفوت الاكسبوجر لو كانت عالية، حتصير الرئتين بالنسبة لها شفافة، وبالاخير بدها تموت من العظام، حتفوت من العظام حتأدي انها العظام اللي موجودة في الظهر حتأثر على جودة الصورة، على العكس من يعطيها بيئة. طبعا هاي الموجودة عندنا الاحداثيات بنسميها كلينيكال ايمجز اند كواليتي كريتيريا فور ايمج كواليتي ايفالويشنز، هاي بتقدر تيجي تاخذوها انتم بالنسبة لكم بما انها بوزيشن، وتم شرحها في المحاضرة الاولى اكثر من هيك بكثير يعني، ما بدهاش اي شيء يعني، بس هي عبارة عن قراءة للبوزيشن تبعتنا. واخر شيء كنا عمالنا بنحكي عليه اللي هي الكواليتي اشورنس اكويبمنت، وخلص هنا النهاية تبعت المحاضرة. نعم صحيح، هي كمان عشان يطلع حجم القلب، نعم مظبوط. بس تقدر ترجع انت يعني تقرا، وفي طبعا هسه هدول اكزامبلز، بس تقدر انت ترجع للكريتيريا كثير لكل اورجان، يعني كل اورجان لها فن في عمليه التصوير. يعني في شغلات انا شفتها كانوا حاطينها مره على موقع جمعيه الفنيين الاشعه، انه بوزيشن غريبه عجيبه من نوعها، انك انت عمالك بتحط المريض بزاويه. طيب خلونا نكسب الوقت هسه نكمل، بس هاي نهاية المحاضرة عندنا اليوم، وهاي راح تكون عندنا عن الاكويبمنتس او التولز الموجودة عندنا. طبعا احنا هسه ما حنحكي عن كل التولز والاكويبمنتس، حنحكي عن المقدمة، فالمقدمة دائما بتحتوي على اجهزة بسيطة جدا جدا، مشان نبلش نفوت على المعقد وراها اكثر شوي والهيك. والاجهزة البسيطة هسه راح نتعامل معاها ثلاثة، في عندنا سنسوميتر ودنسوميتر ومالتي فانكشن ميتر. السنسوميتر هذا مسؤول على انه يشعلي الفيلم، وراح نشوف كيف هو، عباره عن لمبه عاديه ضوء عادي جدا، فوقيه طبعا محطوط بصندوق، فوقيه بكون في قطعه شريط شفافه، بعرف اذا في عندي هنا واحد مفتوح، حيه مفتوح تحت شايفينه، في شريط شفاف، هذا الشفاف بكون مدرج بالخطوط تبعته، ممكن نحصل على خطوطه بهاي الصوره، هيها شايفين هاي الصوره كيف الخطوط مدرجه عندنا، هذا هو السنسوميتر. بس تكبس الكبسة حيعطيني ضوء. الآلية تبعته حنشرحها المحاضرة الجاي طبعا. أهم شيء التايمينج تبعته أنه يعطيني نفس الوقت، لأنه أنت عارفين كل ما يعطي وقت أكثر معناته في تعرض للضوء أكثر، في تعتيم عندي بالصورة بيصير أكثر، فلازم يحتفظ على الوقت، لازم يكون في بزر، وراح نحكي بشكل ليش لازم هذا الجهاز يكون في بزر. يعني بس تخلص إكسبوجر تبعه لازم يزمر لك، طب ما ممكن اكبس مثلا وخلص اعرف انه مثلا ثانيتين وبيروح واشي ليش لازم يكون في جرس؟ هاي راح نحكيها المحاضره الجاي. هذا هو الجهاز السنسوميتر، بيجي بعديها جهاز الدنسوميتر، وزي ما حكينا انه في عندنا بالافلام الشفافه في عندنا درجه تعتيم. رجاء شباب طفوا المايكات من عندكم، انا هاي هسه مش مسيطر هون شوي لانه لسه تست مع الزوم يعني،
بس المحاضرة الجاية إن شاء الله تعالى تسيطر 100%، يعني بكون محضر الزوم على البيج أكبر شوي وأحسن من هاي. بس في أنا جهاز الدنسوميتر، الدنسوميتر بيقيس عندي درجة التعتيم داخل الفيلم الشفاف، وزي ما حكينا درجة التعتيم للفيلم الشفاف تعتمد على كمية الفوتونات اللي تعرضت لها. هسا المفروض انه زي ما حكينا في حالة النويز، انه اذا ما عندي نويز بالصورة وجبت قطعة اكريليك متساوية الاضلع والزوايا والحجم كل اشي، يعني سماكتها مثلا 2 سنتي في كل جهة متساوية وفلات وحطيتها وصورتها، المفروض انها تطلع كل هاي عبارة عن مربع داخل الصورة متساوي في درجة التعتيم داخله. لكن اذا كان في عندي نويز بالصورة راح يبين هذا التشويش، فبحيث ان لو جبت جهاز هذا الاودي وقعدت اقيس داخل هاي الصورة ما راح الاقي انه في مناطق يعني فيها تعتيم اكثر من تعتيم ثاني. وبرضه بنحكي انه طفوا المايك. هسا اخر جهاز عندنا ملتي فانكشن ديفايس، وسميناه ملتي فانكشن ديفايس لانه هو عبارة عن عدد من الاجهزة مشبوكات ببعض. هاي عدد من الاجهزة راح تكون عبارة عنا اللي هي الكيفي، الماس والدوز. ثلاث أجهزة ممكن تكون موجود فيه، ممكن مش شرط تكون الثلاث أجهزة، ممكن تكون بس الكيفي والدوز يعني، لكن هو الأساس عندنا اللي بهمنا دائما دائما الدوز وليس الكيفي وليس الماس، الدوز الجرعة، لأن الجرعة هي عندي بتعبر عن محصلة هاي الكيفي مع هاي الماس. وراح نحكي عن الجهاز بالتفصيل في المحاضرة القادمة، وهيك نكون إن شاء الله خلصناها. ما بعرف قد صرنا بنسجل، بس أول المحاضرة أكيد بدها قص صغير عشان كان في فضاوه، وبعدين بنبلش فيها. وشكرا لكم. هسه اي شيء بفوتوا على الماسنجر وبنحكي مع بعض عليها.